قامت بلدية يشير بالتنسيق مع مختلف الجمعيات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية على إحداث عملية إصلاح وتزيين وترميم جميع المدارس الابتدائية التي تقدر على 16 مدرسة ابتدائية على مستوى بلدية يشير. تم فيها الطلاء والتزيين وإصلاح الأبواب والزجاج وحنفية المياه، شبكة صرف الصحي، طلاء المطعم، إصلاح الثلاجات، المسخنات المائية لدخول التلاميذ بإذن الله، دخول يكون متميز إن شاء الله ويخدم لهم الفعل التربوي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، بدعوة رسمية من السيد رئيس من الشعب البلدي لبلدية يشير حول تحسين الصورة الجمالية للمدارس الابتدائية بطلب من المجتمع المدني والكشافة ولجان الأحياء وأولياء التلاميذ وجمعيات أولياء التلاميذ. احنا ككشافة بادرنا أن ننشطوا في مدرسة سعيد السعيد، اللي يقدر يرسم لب النداء، اللي يقدر يبنتر، كل على حسب اختصاصه، كل على حسب طاقته. ومن بنود الكشافة الكشاف نافع ويحب الآخرين. حبينا نكون عنا نفع، تكون عنا بصمة، يكون عنا أثر. بادرنا ولله الحمد، يعني الشيء اللي راكم تشاهدوا فيه الحمد لله، يعني كانت النتيجة، وأنا في الروتوشات الأخيرة إن شاء الله يكون دخول مدرسي ناجح 2022 2023. هذا الأمر تطوعي والدين تاني يحثنا على التطوع، وفي الفن الجميل اللي متقن وجميل للناس في المجتمع، يستفيد من المجتمع، إن الله جميل ويحب الجمال. إن شاء الله ربي يطولنا في هذه الأعمال.